من أجل القضية، هو فيلم جديد تيتكلم على القضية الفلسطينية بواحد الشكل شوية على ما نقولوا كوميدي. تيحكي قصة ديال فلسطيني وفرنسية من أصول مغربية ومن ديانة يهودية، تدوزوا من الحدود بين المغرب والجزائر وتنشوفوا المشاكل والعراقيل اللي غتوقع لهم في الدوزة هذه. الفيلم القضية هو فيلم كيعالج القضية الفلسطينية اللي تناول الإخراج ديالو والكتابة ديالو سي حسن بن جلون. فيلم اللي كيهضر على هذه القضية الفلسطينية ولكن سورتو من أعين المغاربة، دونك كنشوفوا بصح كيفاش المغاربة ديالنا كيقدروا يتضامنوا ويتحدوا مع واحد القضية إلا جوست قاسهم أو آمنوا بها وحسوا بها أنها كتقيسهم، واخا ماشي قضية ديال بلادهم أو ديال الوطن ديالهم، ولكن الفو جوست انها كتقيس العرب، يعني راه حنا كنضامنوا معاها هي كتبان لينا في عين ديال واحد الانسان واحد اللي هو دايز ومقدرش يعبر الحدود. دونك كيبان لك كيفاش ان فيلاج على قدو كيتحرك معاه وكيتضامن معاه وكيحس به باش انه يعاونه باش يقطع الحدود ويوصل لبلاده. دونك لا الباساج ديالي في الفيلم هو المغياج، جيتي لا ماريي اللي غادي يكون داك السيد بوندون الفيلم غادي تيوصل لواحد العرس في داك لو فيلاج، العرس اللي هو انا ديالي. دونك كيفاش هذاك العرس وهذوك الناس كاملين اللي في العرس غادي يعاونوه باش يقدر ياخذ اون فوتو، سكو انا كنكون لابسه كسواد العروسه، دونك كنهز الكسواد العروسه باش نعطيه داك لو فون بلون من اللور باش يبان بانه واخد لا فوتو في لابوغاتوار ديال لي فوتو. دونك والوالد ديالي كيدي يقطع شعرو، دونك زعما فريمون واحد الاتحاد بيناتنا كاملين باش نعاونوا هذاك السيد. كيفاش خدا الموضوع مسيو حسن بن جلون؟ خداه بطريقه كوميك، سكو ما يكونش الملل في الفيلم، حيت بصح يعني حتى حنا كمتتبعين مغاربه كجمهور فاش كنشوفوا شي حاجه عندها علاقه ب يعني سياسه ولا هذا، دونك كتقدر تكون شويه ديال الملل، ولكن يعني كان ان كوتي انتيليجون من عند سي حسن بن جلون ان خدا الموضوع بطريقه كوميديه، سي كنت كتفرج كيوصلك لو ميساج ولكن او ميم طون كيوصلك بواحد الطريقه كوميديه، يعني لو تيلي سبيكتاتور ما كيحسش كيسالي الفيلم وكتلقى راسك خديتي ان ميساج ديغيغ اللي هو التضامن وداكشي باش معروفين لي ماروكان ديالنا، ومن بعد تفرجتي في ان بون فيلم. هو كيتعامل مع القضيه الفلسطينيه بطريقه اخرى، ماشي بالطريقه المتعارف عليها في الافلام العربيه والافلام العالميه على القضيه الفلسطينيه. هو موضوع كيهضر على الحدود، كاين الحدود وكيهضر كذلك على الحدود ما بين المغرب والجزائر، وهذاك الضياع اللي كيضيع الفلسطيني وسط الحدود اللي كيتبعوا حتى المغرب والجزائر. لو رول ديالي ديال في الفيلم كنلعب واحد لو جون من العائله ديال العريس اللي بيان سور العرس في الفيلم كيلعب واحد كاين واحد المساحه مهمه ديالو، وكتحل فيه القضيه ديال الفيلم اللي هي خاص واحد التصويرات تخاد وهذا. دونك سي ان بيرسوناج هو كوميك وسط داك العرس، كيطيح في واحد العلاقه ديال الحب في وسط العرس مع واحد شخصيه اخرى. حتى الاخر ديال الفيلم كيبداو يقلبوا عليه فين مشى، الناس خصهم يشوفوا الفيلم باش يعرفوني فين مشيت. دونك فوالا، دونك هذا هو البيرسوناج ديالي اون غروسو مودو في الفيلم. بالنسبه للدور اللي قمت به هو الدور ديال كاتبه مساعده ديال القائد ديال الفيلاج، كتكون هي اليد اليمنى ديالو، تتوصل ليه الاخبارات ديال داك الدوار وشنو كيطرا فيه. دونك فاش كيجي داك الباليستينيان لهذا الفيلاج هي اللي تتنقل الاخبار وهي اللي تتوصل داك التبرقيقه. دونك هذا هو الدور ديالي، شويه كوميك. وبالنسبه للفيلم تيعالج القضيه الفلسطينيه يعني بواحد الشكل ديال الكوميديا السوداء، يعني كاين موضوع الا بغينا نقولوا جدي ولكن بواحد القالب فكاهي دراماتيك اي كوميك في نفس الوقت. يعني كنعيشوا قصه ديال واحد الفنان فلسطيني اللي كيبغي يمشي للجزائر باش يحيي واحد الفن واحد السهره فنيه تما، هو الصديقه ديالو الفرنسيه من اصول يهوديه. دونك مع الاسف ما كيتوفقوش انهم يمشيو من المغرب للجزائر.